كلك شي لقمة. قول انت انتر. لياس، هذا اخوك وين ضل هلا؟ ليش في حدا ناطرك تيبي؟ اذا انا ما حدا ناطرني انت ما عندك شغل؟ والله اللي شايفه هذا اخوك عم يخبص. لياس اتصل فيه وطمن. نسيت انه الموبايلات فوق، لو صاير شي كان رح يحكي. معلم اندر، انت قديش بتاكل؟ هيك انا ما بعرف الياس. اللحمة ظريفة. ان شاء الله الف صحة وهنا. قوات خاصة، الكل على الارض، يلا ارفع ايدك لفوق. كنا عم ناكل يا معلم، شو عم تعملوا انتو؟ ايم ايدك على الارض. تمام بعد خلص، بمشي لحالي. لا خلصنا، لا تلمسني، اتركني. خلص بمشي لحالي. كل هالعمر هاد خليتوهن يكلبشوني بهي الكلبشة؟ والله حتى طالع من عيونكن وقتها رح تندموا على اللي صار. طيب وشو علاقتي أنا هلأ؟ ليكو المحامي وهن مسكوك بوجوده. اللي بيعاكس بيقيدوه معاكس كمان. الواضح انه داود مات. لك هذا بيموت؟ هالكلب شات منه وهالسيارة الفاخرة إله. قلت لي عندك شركة محاماة، متأكد انه انت محامي أوزر؟ داود قلب أصلان وينه؟ أنا عندي 6 شهداء وأنت راكدة ورا ابنك وعم تسأليني؟
اختي سألنا عن اخي خضر بس ما حدا حكى شيء، وكمان مالي فهمان كيف تركونا. شو بكي اسراء؟ وجعتني معدتي. لطفية بعتذر لأني حكيت هذا الشيء قدام إسراء، بس هو بالنهاية زوجة. زوجة وأبوها، يعني كيف بدها تتحمل؟ وتليفون قلب أصلاً مسكر. شو هالكابوس البشع هاد؟ ما عم نقدر نوصل لحدا. مين يلي جوا ومين يلي برا ومين يلي بقي؟ ما عم نعرف شي. اتصلت بالأخت أمينة، الأخ فكرت أخدينه من البيت. هذا اللي رح يصير إذا الدولة عصبت منك. بيضربوكي على راسك وبيبعتوكي بسيارة. أخدوا خالتي عنير كمان. لا تطلعي لي جناني، لك هنين أخدوا أبي وعمي معه. طيب ما حكيت شي، أنا عم خبركن بس. أنا عم أقول إنه أخدوهن كلهم. ملاحظين نحن مو بحاجة جاسوسك. أختي مريم، شو رأيك اتصل بعايشن وخليها تروح لعند جيلان، وإذا في حدا بيعرف هن اللي بيعرفوا. لا تخليني بلش هلأ بعايشن وجيلان. خلص مبجل، خلينا نروق. أول عن آخر رح نعرف شو في. أنا ما رح أقول أي شي على أخذ أولادي اتنين، بس إذا حفيدي كمان يلي بيكون ابن أخت الدولة أخدوه على الحبس وحطوا بإيدي الكلبشات، يا ويلون. أنا وقتها رح أنتقم منهم كلهم. أنت منيحة؟ لا مو منيحة أختي. هالكابوس أمتى رح يخلص؟ هذا مو كابوس إسراء، هذا مو حلم. للأسف هالشي حقيقي. بس نحن قوايا لدرجة إنه رح نصبر. هنن ب 12 ايلول عملوا نفس الشيء ووقفوني. ب 12 ايلول كنت بالسجن ما؟ انا طلعت بعد 45 يوم. حتى ما ينام اخوك 4 سنين ونص بوقتها. بتحمل الشغله لاخي وانت بتطلع منها. هالمره مين بدك تحمل؟ هلا رح نشوف. لا تحكوا. انت شو اللي عم تعمله هون؟ نسيت اني معكن على الطاولة عمي. كل يلي هون وقعوا بنفس الفخ لا تقول عمي، قول خالي، بركي منستفاد منك شي مرة. خلينا نشوف شو رح نستفاد من خاله.
قلب أصلان خالك مات؟ ليش سألتني هذا السؤال أوزر بيك؟ لو ما صار شيء كبير ما كنا بهالحالة هي. لا ما مات، كانوا رح يقتلوا بسبب عديم الشرف هاد. أونان كابلان. أنا. لا تؤاخذني خضر، حسب السجلات يلي عند الدولة أنا لساتني لهلأ رئيس الطاولة، ولهيك نادولي قبل منك. وشنا على الحيط وإيدينا مكلبشة وعم تفتخر بهالشيء أونال بيك؟ خود هالدعوة إن شاء الله بيشنعوك. يعني رح يشنقونا يا رئيس خضر؟ وليش ليشنقونا؟ شو يعني نحن إرهابيين؟ لا مو إرهابيين، بس الدولة ما لها عرفاني إنه ما رح نوجه سلاح على دولتنا؟ جابوا الكل لهون. لك حتى كمان ما وفر ابن أخته، ما لما نحكي هلأ يا آغا. خراس أتش ولا كلمة. اللي أختي وين هلأ؟ رح تروح عبيت خضر أحسن له. منيح هيك، لأنه أمينة هلأ بتكون مقهورة ما رح تتحمل هالشي. تيبي من 30 سنة عم تزعل لأنك عم تدخل السجن، خلاص اترك هالمرة تزعل من شاني. وليش بدها تزعل من شانك؟ الأخت ما بتزعل غير على أخوها وبس. شش اندر. وقت اللي أخدوك القنابل كانت معك؟ لا هنن كانوا تحت المخدة. عندار انت عم تنام فوق القنابل؟ ايه بس كل قنابلي انا مسمارة، اذا ما بدي ما بتنفجر. اما القنابل اللي انت بتنام عليها تنفجر يا اوسكان. اللي اسمك؟ ما بتعرفوا اسمي؟ ليش جبتوني لكان؟ بس جاوب. أونال كابلان. وشو شغلك؟ تاجر. ممكن تقلنا تاجر شو سيد أونال؟ أنا تاجر حديد. حسب سجلات الدولة متقاعد، هيك مكتوب. هاد تمن اتفاقي مع داود؟ جاوبني نوزات. عايشين مقابل اتفاقك معه اللي أصدر أمر الاغتيال من الطاولة تبعكن. انت مو استخباراتي؟ روح لاقي المجرم ودفعوا التمن كمان. رح دفعه. خدوا لأونال بيك على السجن. خضر شاكر بيلي. شو هالحركات يا نوزات؟ لا تحكي، بس بتجاوبني على الأسئلة. الإبهام الأيمن، الأربعة الباقيين، الإبهام الأيسر، الأربعة الباقيين. اسمك؟ خضر شاكر بيلي. وشو شغلك؟ أنا الرئيس. جاوب بذوق. سأل هاد اللي قاعد قدامك بجاوبك. بتجارة السيارات. عم تتمادى يا نوزات؟ إذا بتعارضها لدولتك ما تتوقع منا أي تكريم يا ريس خضر. خدوا. أه
ما ارتحتي بنومتك أمينة؟ بمثل هيك ليلة مين بده يرتاح يا مريم؟ قلت بنام لحتى انسى بس ما قدرت. بعمل لك فنجان قهوة؟ لا يسلموا ايديكي. شو بقول مريم؟ هلأ وضعك أصعب من وضعي. أنا أخي معهم وكمان زوجي بس ما في عندي ولد، وهي أصعب أصلاً. من قبل كنت واسي حالي بعمر وزينب لما يكون خضر بالسجن، هلأ عم فكر شو أعمل. خضر بالسجن والياس بالسجن وقلب أصلاً بالسجن، أنا كيف بدي أضبطها لزينه؟ وعمر كيف بدي أقدر أضبطه؟ ما بعرف كيف بدك تضبطيهم، بس كيف بدك تضبطي حالك يا مريم؟ إذا بيضلوا بالسجن كام يوم بضبط حالي والولاد وقتها، بس إذا القصة كبرت وطولت قعدتهم بالسجن ساعتها رح ننتهي. هاندان وجيلان وقلب أصلان السبب، وهالمرة قلبي عم بيقلي ما رح يطلعوا من جوا أبدا. الخير اللي منهم ما بدي إياه. ليش يعني؟ إذا أجا خير من حدا أنت ما رح ترفضي مريم؟ وأنت كمان ما نمتي؟ لا نمت، بس أعصابي توترت من شغلي. أكيد أخذوا أولادي لأنه في سبب. عادي نحن ما قلنا أي شيء، بس شو يعني ياخدوا حفيدي؟ أنتي جاوبيني يلا. هلأ ما بصير ياخدوا الكل وما ياخدوا معهم، لهيك أخدينه يا ست خيرية. لا كان ممكن، وممكن كتير وقتها أكيد كان بيقولوا شوفوا نحن ما مناخد القراب من دولتكم، وبأي تقطع الطرق كانوا تأدبوا. أمي ليش عم تقلي لنا لقلنا؟ سألي كنتك الكبيرة. وهذا اللي موترني. روح هلا ولا روح الصبح؟ أمي عادي مطرحك كرمالي. أنا رحت وقلت لهم إنه كل شي رح يكون أسوأ، خدوا لقلب أصلان وروحوا من هون، وما عملوا أي شي. مفكرة رح يعملوا مثل ما بدك؟ إيه طبعاً رح يعملوا. وهندان كمان هي بتضل أم بالنهاية. إذا كان في ذنب على قلب أصلان خليهم يضيفوه على زوجك وزوجة وخلصونا. زوجي بلا ما تجيبي سيرته رجاءً، لسه ما حققنا حلمنا. بكرة بتشوفوا بعض بالآخرة، بعدين بلا هالحكي. قال بعد الكبرة جبي حمرة. نحن النسوان لحالنا بنرتاح أكتر، خليهم يناموا جوا فترة. انتي وأنا ومريم رح ندير كل شي. أساساً نحن عم نعمل كل الأعمال اللي بيقوموا فيها رجال، بس نحنا ما منتفق بين بعضنا. نحنا بيلزمنا عدو بوشنا دائما، وإلا ليش لكان هالرجال انخلقوا؟
مريم، بغياب الرجال الرئاسة من مسؤوليتك، أنا الصبح في عندي شغل. وما تتأخري بالنومة، يلا اشربوا حليبكم وروحوا ناموا فورا. منيح منبلل تيابك. ما فهمت. إنه تيابك ناشفة. وليش بدي يكون مبلل تيابي؟ معناها ما في مي مضغوطة يا أغا. ما عاد في هيك شي. وجود زلم مثلنا بهالمكان لوحده تعذيب بحد ذاته. تعذيب شو قتش؟ لو مثلا يرموا لفكرة بمحل تاني بضل قاعد هون قد ما بدهن. ضيقنا عليك المكان سيد تيبي؟ عم عصب عليك وعم قول هالشي مشان ما اعترف بكل شي. هيك ما فيهن ياخدوا ولا كلمة واحدة مني. بشو بدك تعترف؟ اللي عم يسألوه هو إذا إلك دخل بمحاولة اغتيال داود بيك. بيحطوا السجلات على الطاولة ويبلشوا بعد أسئلة. أوزكان، يلا بقى اعترف وخليك أنت هون وطالعنا، ومن بعد اليوم ما بتقعد على الطاولة وما حدا هون بيقتلك. بشو بدك يعني اعترف سيدي الماس؟ وشو علاقة اللي صار فيني أنا؟ طيب مين برأيك؟ اسألوا لصالح كولماز، هو اللي بيقلك. هو ماله على الطاولة، فخلونا ننهي قصته هون. بس ليك سمعني، خلي يكون عندك ذرة شرف ولا تعترف للدولة. اعترف لنا احسن لك، اذا ما بتستغل الدولة لأعمالك الوسخة. واستغلنا. مين هو الخاين اللي بيناتنا؟ انا خبرته لخضر قبل ما حط الحبل برقبته. خليه هو يقلكن، واذا كنتوا قدرانين بتقتلوه. أخي فهمنا شو اللي عم يقوله أبو الأنوار. قصدك أبو عديمين الشرف؟ ما بتفرق أخي، ما أنوار واحد من هالكلاب. لو قال عن حدا من اللي قاعدين جنبي كنت قتلته هون. تيبي تيبي، شريكك قتش مبين عليه مخلص، لا يكون هو الخاين. ما قتش يا اندر، خضر إذا كان عم يقول مو اللي بجنبي فبيكون الخاين بجنب منه. صديقي من 30 سنة وأنا بعرفه منيح، بس بالنظارة بيعطي إشارات عكسية. إيه أوزر بيك، السهام اتجهت لعندك.
كتير عادي أونال بيك. الواضح إنه الدولة رح تترك المناقصة لواحد منا هون، لهيك ما في داعي نشتغل ببعضنا البعض. ما عندي شك إنه أوزر بيك هو اللي خلاهن يعملوا عملية الاغتيال. بس لشو استعملهم لعصابة جولماز ما فهمت. شو اللي قصدته؟ يعني CIA قررت انه تقتل خالي، وواضح انه انخبروا لأوزربيك. والشي الوحيد اللي ما فهمته محاولة الاغتيال بدائية لدرجة انه ما بتليق بأوزربيك. قال بأصلان انت كنت هنيك؟ ايه كنت يا أوزربيك، حتى قوصته براسه لأنور ابنه لصالح جولمازي اللي قاعد بالطرف الثاني. هذا ابن أخي، اتعلم كيف بتربي يا واطي. بس ما مات عمي. لك كيف ما مات؟ مو على أساس قوصته براسه؟ كان لابس خوذة فولاذية براسه. أصبح كان لازم تقوصه بقلبه مو براسه. ماني مصدق حالي اني مجتمع هلأ مع 12 صعدان تحت سقف واحد. زليلين اللي مثلكن، مين اللي عملون عرابين؟ مين اللي جمعكن بجنب بعضكن؟ مين اللي خلاكن تأسسوا طاولة وعم يعطيكن شغل؟ هاي ما عم افهمها ابدا. الاجير صالح، هذا نفسه اللي كنت اسمع فيه من الأول. بهداك الوقت كان لقبه المكتتب، بعدين لما عمله وجاب كتير أولاد صار اسمه الأب صالح، وقت ماتت مرته صار الأب جولماز. بيقولوا الناس عنه إنه واحد كتير غدار، كتير غدار لدرجة إنه مرته حرقها بالصوبية. تخيلوا بقى شو وحش. وهلأ صاير مثل الملقاط، عم يبحبش على النار بإيده، مفكر حاله ذكي هيك. صالح لا تلعب بالنار، اللي بيلعب بالنار بيحرق أصابيعه، وهالشغلة مفروغ منها. أنا ما رح أحترق قبل ما أحرقك يا أونال، واللي جنبك رح أرميهم فوق منك مثل الحطب حتى يحترقوا بوسخك. ايه قبل ما انسى شو بيقولوا عنه، بس يفتحوا سيرة مرته قدامه بيبلش يختل توازنه. طلعوني من هون، خدوني لمطرح تاني، طلعوني، تعوا طلعوني، مو حابب اسمع كلام هدول. شو عم يصير؟ غيروا لي مكاني، أنا مو حابب اسمع حدا منهم. إذا في شي بدك تغيره منغير لك يا عندي. دايما بقولة ورح ضل أولى، يلي ما بيعرف عدوه منيح ما بيقدر يكون صديق نفسه.
حضرت شوية أغراض وتياب لقلب أصلان. ما بقدر هاندان خانو، وهالشي مشان مصلحة قلب أصلان. وجود قلب أصلان بهداك المكان مانو صحيح. أنقذ خاله من الموت وعم بتكافئوه وتحطوه بنفس الكفة مع هدول الرجال الوسخين. مزبوط، بس هي صارت حياته خلص. ايه مزبوط، قلب أصلان أنقذ حياة داود بيك وعن جد ساعدنا كتير، بس هاي الحياة تعرضت للخطر بناء على تعليمات واحد من الطاولة. أكيد عم تفهمي علي. تمام نوزة، تفهمنا أنه ما في واسطة، بس يعني ما حدا حكى منهم؟ أوزكان مثلا؟ كتار اللي عم يحكوا هاي القصص، بس اللي مستنين منهم يقولوا الحقيقة ما نهم عم يحكوا. رح يحكوا إذا هن ما حكوا الحقيقة، اللي وراهن رح يحكوا بالآخر. من 20 سنة تماماً ما حدا لمسهم لهدول الرجال كلهم، من بعد اليوم بدهم يحكوا. شو هاد هندان؟ كنت محضرتهم مشان قلب أصلاً. اختي هندان، انت حابة تكوني السبب بقتله؟ ليكي، قلب أصلان بالمكان اللي لازم يكون فيه، ومثل ملازم يكون كمان. التماس صغير بس بيخلي قلب أصلان الخاين بنظرهم. أخي أونال، قعدوا القلب أصلان على هديك الطاولة مشان يكون صاحب حصانة، وهلأ أنت عم تقول إنه كل اللي على الطاولة ما عندهم أي حصانة؟ مزبوط، لأنهم مانن صاحبين حصانة. غير هيك أنا ما رح أعرض حياة ابن أختي للخطر. لا تتدخلوا بشغلي، امشي نوزت. عافيت ما هيك؟ الحمد لله أحسن. يعني أنت عم بتسوق السيارة؟ لا لا لا، مو لهالدرجة، عايش انساءت. إيه أصبح ليش أجيت لهون؟ في كتير من الأعداء بالساحة، أجيت من باب الاحتياط. إيوة طلع عود بالسيارة ورا. يسلم عبد. ما خليتك تبوسيها لإيدي لأني ما سامحتك لهلأ. بدك تقولي لي ليش ناديتيني لهون؟ أنا عم بستغلك تماماً مثل ما عم بتسوقي هاي السيارة، بس مشان روح على المكان اللي رايحت له. صار الكل عم يشتغل ببعضه، ما رح أخذ على خاطري. إجيت مشان خاطر السوسو بس. يا سوس. تفضلي أمي. عم قول إنه بالرجعة خلينا نقوم بزيارة سيدنا يوشع. أنا رح وزع هنيك صدقة، وبالمرة بلكي بتتوب هنيك أنت ومرتك. بيصير أمي، بيصير. نحن اللي لازم نوزع صدقة مشان المصايب يلي تخلصنا منها. مرتك عم تحكي الحقيقة يا سوس. منيح مريم ما تخطى 4 رصاصات إلها. ايه الله حماها عن جد. طلع قدامك. عدنان، قبل شوي مرت سيارة كأني شفت بقلبها أمي خيرية وعايشة والصوص.
بس الغريب بيلي شفته انه السوس قاعد من زعله ورا كمان، ما هيك؟ اللي شفتيه مزبوط. لوين كانوا رايحين؟ بدهم يروحوا على المقبرة، لطفية هيك قالت لي. رايحة مع عايشن ومع السوس. والله انت على نياتك يا عدنان، رح يلبسوك ياها للطفية بالآخر. أهلا وسهلا أختي مبجل. لطفية اسمعي، هذا الولد كتير بريء، خديه. ايه بدي أخده، بس الدور ما عم يجيني. شو قال لحتى تحكي هيك؟ معناها أنا الوحيدة بهي العيلة اللي ما أكلت لقمة لهلا. الله أعلم كم باب دقيتي لبين ما وصلتي. هاي وجبة غدا إلك، عادي. دقيت بواب كتيرة بس كلياتهم مسكرين بوشنا اليوم. أملي الوحيد هلأ أمي خيرية، إذا زبطت الشغلة مع هاندام بيكون مشي الحال، وإلا بوشنا على وطننا قبرص. ليش قبرص؟ مو مصارية ببنك هنيك مشان هيك؟ الناس بتجمع مصاري الكفن ونحن مصاري الكفالة، يلي هنيك قلال كتير قلال. الدولة عم تحط إيدها على المصاري مو؟ انتي من وين عرفتي انه ستي راحت لبيت مرت عمي؟ انا وجاية شفته. يعني امي رايحة لبيت هاندان؟ مبارح بالليل هيك قالت، والصبح لسه ما كنا مغسلين وشنا شفت السوسو ومرته برا. معناتها ما بيردوها خايبة لامي، معناتها الكل رح يطلع. هديك همة حفيدة، ولو الامر إلها بتخليهم لرجالنا جوا. اللي عم يصير كتير سخيف، معقول أبي وعمي وقالب أصلان بالسجن؟ الدولة بتاخد العميل كمان لجوا مشان ما ينكشف العميل يا ابني عمر. خدي. لا أختي ما عدتي مو منيحة. خير إن شاء الله؟ صاير معك شي؟ ما في شي أختي. يا ريت كان فيه، على قليل كنتي بتتواسي بالطفل 5-6 سنين لبين ما يطلع الياس. لطفية اشتغلي فيني أنا مبجل. الكل عم يشتغل فيكي يا روحي، مو هيك حبيبتي زينة؟ شو دخل فيني أنا يا عمتي مبجل؟ والله يا زينة شغلة عرسك هي رح تفشل، صدقيني ما بتلاقي ولا واحد يقلك نعم بكتب كتابك. بلا حكي فاضي هلأ، لا تنسي إنك عنا، فالأفضل تحكي مزبوط وألا سكتي. تمام ابني عمر، ما صفي برا الرجال غيرك انت، ورح نعمل يلي بتشوفه مناسب. ايه يا حضرة النائب، شد حيلك لأنك الأكبر رتبة بيناتنا بالوقت الحالي، وطالما في طاولة مستمرة أنت اللي بدك تديرنا وتقلنا شو لازم نعمل. ما بعرف شو هالدعوة السيئة بابا، انتهى الموضوع من دون ما نشوف حتى اجتماع واحد. لسه رح نشوف اجتماعات كتيرة، مثل ما قال المرحوم فريدون، الإمكانية صفر. بعد هالوقت لا بيضل لا طاولة ولا اجتماع، انتهينا نحن انتهينا، هلأ وقت ناخد اللي مجمعينه ونهرب. الدولة رح تحط إيدها على اللي مجمعهم ثروت، من شان هيك عم قول خلينا نهرب يا أخي فخري، نهرب. لا تخليني بلش بهروبك وباللي مجمعهم، وقف شوي. عم تقول إنه أخدوا لصالح جولماز معهم؟ إيه أخدوه. وهدول عم يقولوا كمان إنه نقوصوا على أنوار. نحن قوصنا شاهين آغا بس ما قدرنا نقتله. يعني ما حدا مات من أولاده؟ تمام خلاص، هالشي بس يظهر جوات السجن وينعرف منيح، أكيد صالح جولماز رح يروح على الفلقة والبقايا بيلحقوه عادية. مو هذا اللي انتو كان بدكن ياه أساسا؟
صحيح هذا الشيء مطلبنا، بس طالما الدولة أخذته لقلب أصلان كمان معناها بدها يلي فوقه لصالح. وقبل ما يحصلوا على هالشي ما رح يتركوا أي حدا. هذا اللي عم تقوله تماما CIA، وأنا اللي عم قوله هلأ إنه لحد هذا اليوم ما عرفنا من CIA إلا وش واحد. إيه من هلأ ورايح رح ياخدوا الروس الكبيرة يا عزيزي فخري. هنن أخدوا الطاولة كلياتها، وانت عم تقول رح ياخدوا راس واحد. كيف؟ مين قصدك أخي فخري؟ انت عندك ارتباطاتك العميقة هاي أنا ما بعرفها. الشي اللي بعرفه إنه أولاد عصابة الجولماز كلهم برا، ولوقت ما يتركوا أبوهن رح يكونوا مثل ابن آوى اللي ما عنده شي يخسره، ورح يهاجموا كل اللي بيعترضهم من دون تردد. يجوا، ضلينا 4-5، إن شاء الله يجوا لعنا. ما بيجوا لعنا ابن آوى يا صهر، بيجي من مكان مو متوقعينه. من وين؟ مثلا من مبجل. اللي شو علاقتها بقى؟ في عندك مريم وخديجة كمان، وفي مرت الياس، وعندك مرت فكرة، وفي أخته لتيبي نفسها، يعني قصدي ما لها دور مرتين. اسمع يا حبيب قلبي ثروت، هدول ما عم يمشوا بالدور، فهمت؟ فهمت.